السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا وإلى عناوينها. مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي تنسف كل مضامين تشكيله. التوجيه بالبدء في مشروع الخزن الاستراتيجي وإعداد دراسة لإنشاء مصفاء الإنتاج الغاز بحضرموت. مجلس الوزراء يعلن انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية. وكيل أول حضرموت يبحث أوضاع مستشفى ابن سينا ويتفقد مشروع تأهيل مركز العزل بالمستشفى. تدشين المخيم الطبي المجاني في مجال العيون بتمويل كويتي. أهلا بكم. كشفت تسريبات عن مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي المقدمة للرئيس مجلس القيادة من رئيس اللجنة القانونية حمود الهتار. وبحسب التسريبات فإن المسودة المقدمة تنسف كل مضامين تشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهدف الذي تشكل لأجله، حيث أفادت مصادر أن الباب الثالث من المادة 18 هو اعتبار أعضاء مجلس القيادة مجرد أعضاء وليس نواباً لرئيس المجلس، كما نصت الفقرة د من المادة 1 من نص إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي. ويرجح أن الهدف الخفي لهذا الخرق القانوني الفاضح هو استمرار نهج القوى التي وقفت وامتعضت من إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وهي تحاول جاهدة لخلق تصدعات وخلافات في صفوف المجلس. مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس أثارت اللغط لدى الجانب الجنوبي، حيث أن المسودة منحت مكتب رئيس المجلس والأمانة العامة صلاحيات ونطاق عمل يمكن من خلاله توجيه سياسات وقرارات المجلس. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي قد تسلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي بموجب المادة 3 من إعلان نقل السلطة في البلاد من رئيس الفريق القانوني بالإنابة القاضي حمود الهتار المنتمي لحزب الإخوان الغير راضين عن الشراكة الوطنية، وهو ما يضع الرئيس العليمي أمام اختبار حقيقي إذا تجرد عن نوازع الانتماء السياسي. ويراهن الجنوبيون على عدم قبوله بمسودة قانونية تناقض القانون وعدم استنادها إلى مخرجات مشاورات الرياض والبيان الختامي كمرجعية أساسية. هذا ويعتبر القاضي الهتار أحد أدوات التدمير على حسب ما وصفه القراء في الشأن المحلي، وقد وضع هذه المسودة بهذا الصلف والإجحاف في حق الجنوب، وتكون آلية قبولها مناطة بالعلين فقط دون رأي لبقية أعضاء مجلس الرئاسة. وتعقيبا على مسودة القاضي حمود الهتار، قال مصدر إعلامي في المجلس الانتقالي الجنوبي أن مسودة قواعد عمل مجلس القيادة التي تم تسريبها ما هي إلا أضغاث أحلام وردية تراود سائغيها، وقد تم إبلاغهم من الطرف الجنوبي أن المسودة غير قابلة لمجرد الطرح فضلا عن النقاش، وأنها غير صالحة حتى من الناحيتين القانونية والفنية، ولن يترتب عليها إلا إثبات فشل وعجز اللجنة التي صاغتها، وأن المسودة بحاجة لخبراء وباحثين وليس مجرد مجموعة مدرسين يرأسهم شيخ جاوز 80 وكل شهاداته صادرة من جمعيات الإخوان ولا يملك أي مؤهلات على حسب وصفه.
خلال لقائه وزير النفط والمعادن، وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء ركن فارس سلمين البحسني بسرعة البدء في تنفيذ مشروع منشأة الغاز والخزن الاستراتيجي لشركة الغاز في مديرية بروم بساحل حضرموت، وإعداد دراسة لإنشاء مصفاة لإنتاج الغاز المنزلي في القطاعات النفطية بحضرموت. وخلال اللقاء ناقش الطرفين إمكانية توسعة رقعة الاستثمارات في المجالات النفطية لرفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام من خلال الترويج لإدخال قطاعات نفطية جديدة، وكذا فتح أبواب الاستثمار في المشاريع الجيولوجية والمعدنية واستغلال الموارد الطبيعية في رفض خزينة الدولة بالعملة الصعبة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي. وأشاد وزير النفط بدعم المجلس الرئاسي ومساندته لتشجيع الاستثمار في المجالات النفطية والجيولوجية والمعدنية والجهود المبذولة في سبيل ضمان استقرار إنتاج النفط. في سياق آخر، اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء ركن فارس سلمين البحسني على سير عمل المؤسسة الاقتصادية وأبرز نشاطاتها، حيث بحث اللواء البحسني خلال لقائه إدارة المؤسسة الاقتصادية سبل توسيع نشاط عمل المؤسسة من خلال استيراد القمح، متعرفا على أبرز مشاريعها التي ستقام بمحافظة حضرموت والمتمثلة بإنشاء المعرض التجاري ومركز البيع المباشر للمواطنين، واللذان سيقدمان خدمات لبيع المواد الغذائية والمواد الثانوية. وأكد النائب البحسني على دعم المجلس المؤسسة بما يمكنها من توسعة عملها وتذليل كل الصعوبات لها وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مهامها. هذا فيما تداول ناشطون أن المؤسسة الاقتصادية لم تقدم شيء في خدمة المواطنين يشفع لها في الحصول على هذا الدعم الحكومي. أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة عدن عن انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية خلال مناقشته لوضع الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات المحررة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء ورفع كفاءة الأداء. استعرض الاجتماع القضايا الملحة وذات الأولوية في المجالات الخدمية والمعيشية والاقتصادية وآليات تنفيذ القرارات الحكومية بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى تطورات الأوضاع على المستوى المحلي والدولي، حيث أطلع رئيس حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك أعضاء المجلس على نتائج الحراك الدبلوماسي الواسع التي شهدته العاصمة عدن مؤخرا، مؤكدا موافقة مجلس القيادة والحكومة على تمديد الهدنة مقابل العراقيل المستمرة من جانب الميليشيات الحوثية. وتدارس مجلس الوزراء الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس القيادة بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والأمن الغذائي وتحسين وضع المالية العامة بما يحقق استعادة التوازن ومعالجة الأعباء المالية وضبط وحوكمة المنافذ البرية والبحرية ورفع الموارد الجمركية ومكافحة التهرب الجمركي، إضافة إلى معالجة الإشكالات والصعوبات التي تواجه القطاعات النفطية وضبط سعر العملة الوطنية وفاتورة الاستيراد والحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي ومتابعة توفير المواد الغذائية والأساسية. واطلع مجلس الوزراء على مستجدات النقاشات الجارية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوصول الدعم الاقتصادي. إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة بإيقاف أي تعيينات خارج إطار قانون الخدمة المدنية وتعيين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، وألزم جميع الوزراء بالتنفيذ الفوري للتوجيهات الرئاسية بهذا الشأن. أكد وزير التربية والتعليم طارق العكبري نجاح سير اختبارات شهادة الثانوية العامة بفضل تكاثف جميع الجهود وتضافرها والتي كان لها أثر كبير بنجاحها. وأشاد الوزير العكبري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الفرق لإنجاح سير عملية الاختبارات التي شارك فيها 86,369 طالب وطالبة في 13 محافظة، مشيرا إلى أن العملية التعليمية رغم الظروف يجب أن تكون بعيدة عن الصراعات السياسية، موجها بتقييم شامل لأي ظواهر سلبية رافقت عملية سير الاختبارات والعمل على معالجتها خلال الأعوام المقبلة. ترأس رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالية الجنوبية اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك اجتماعا للجنة التحضيرية للدورة الخامسة للجمعية الوطنية، وناقش الاجتماع سير عملية استكمال التحضيرات الأخيرة لإعداد دورة الخامسة من قبل جميع اللجان المكلفة وأهمية عملية التنظيم والإعداد الجيد لها. واطلع اللواء بن بريك على خطة الجانب الإعلامي وجاهزيته في تغطية الفعالية عبر كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
في ذات السياق استكمل أعضاء لجنة إعداد استراتيجية المجلس الانتقالي أعمال إعداد الاستراتيجية وتسليم ما تم إنجازه بعد تحديد منهجية العمل بهدف تنسيقها وإعادة صياغتها وتقديمها لاجتماع الهيئة الإدارية القادم، ثم إلى الجمعية الوطنية في دورتها الخامسة لمناقشتها وإقرارها ورفعها إلى هيئة رئاسة المجلس الانتقالي. في سياق آخر، التقى اللواء ركن أحمد سعيد بن بوريك أعضاء كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوبة برئاسة المقدم سالم بن سميدع. وخلال اللقاء اطلع اللواء بن بوريك على الوضع العام في حضرموت وما تعانيه من تدهور في جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية والعسكرية، ناهيك عن الارتفاع الفاحش في الأسعار التي أرهقت كاهل المواطن على مدى تولي الحكومة الحالية مهام وأمور الشعب. وأكد اللواء بن بوريك على أهمية إنعقاد الدورة الخامسة للجمعية الوطنية منتصف الشهر الجاري، والتي ستناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالوضع الخدمي والصحي والاقتصادي والسياسي والعسكري وما خرج به اتفاق مشاورات الرياض مؤخرا، مشيرا إلى أنه خلال الدورة سيتم تحديد الرؤية الاستراتيجية للمجلس الانتقالي واتجاهاته للفترة القادمة من خلال هيكلته وإعادة تشكيله وتقييم كل هيئاته خلال الخمس سنوات الماضية. في المكلا ناقش وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش مع مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة العقيد محمد محروس باغشوة خطة تطوير نشاط الفرع ومتطلبات ذلك، وتطرق اللقاء إلى أبرز مضامين الخطة وهو إنشاء مركز إصدار آلي في الشحر يخدم المواطنين في المديريات الشرقية ويسهل حصولهم على الوثائق المدنية الثبوتية والتحديث الإلكتروني للفرع بالمكلا. كما ناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه نشاط الفرع واحتياجاته وسبل الارتقاء بمهامه. برئاسة وكيل أول حضرموت بحث اجتماع لمجلس إدارة هيئة مستشفى ابن سينا العديد من القضايا التي تتعلق بالأوضاع الإدارية والمالية للهيئة ومستوى تقديمها الخدمات الطبية والتشخيصية. وتطرق الاجتماع إلى التصورات بشأن إعادة ترتيب العمل في قسم العزل الجديد الجاري تأهيله حالياً ومقترحات بتطوير آلية العمل في مصنع الأكسجين لتحقيق استفادة أكبر للهيئة والأغراض التي أنشئ من أجلها، بالإضافة إلى مناقشة العلاقة بين الهيئة وكلية الطب جامعة حضرموت. إلى ذلك، تفقد الوكيل بن حبريش سير العمل في مشروع تأهيل وتجهيز مركز العزل في هيئة مستشفى ابن سينا، متعرفا على سير الأعمال بالمشروع الذي يشمل إعادة تأهيل المبنى بجميع مرافقه، كما تفقد سير الخدمات المقدمة للمرضى في الأقسام التشخيصية والعمليات والعناية المركزة بمستشفى ابن سينا. وحث الوكيل بن حبريش على توظيف كل الإمكانيات المتاحة لتطوير هذا المرفق الحيوي والارتقاء بخدماته. افتتح وكيل الوزارة مدير التربية الساحلي حضرموت الأستاذ جمال عبدون المرحلة الثانية لمشروع الصحة المدرسية بالمحافظة والذي يضم عددا من الأقسام والعيادات التخصصية. وأضاف الوكيل عبدون على مختلف أقسام الإدارة والعيادة التشخيصية كالتمريض والنساء والولادة والتغذية والأسنان والطب العام وطب الأسرة وغيرها من الأقسام، معبرا عن سعادته بافتتاح هذا المنجز التربوي الصحي. وأكد الوكيل عبدون بأن افتتاح هذا المشروع الحيوي وصل مكتب الوزارة بالمحافظة إلى استكمال كل احتياجات ومتطلبات الصحة المدرسية بالبنية التحتية وتوفير الكادر الطبي التخصصي في المركز وفروعهما في مديريتي الشحر وغيل باوزير. دشنت السلطة المحلية بحضرموت المخيم الطبي المجاني للعيون في المركز الألماني لطب العيون بمستشفى البرج بمدينة المكلا بتمويل كويتي وتنفيذ جمعية الوصول الإنسانية. ويستهدف المخيم الذي يضم استشاريين وأطباء متخصصين في مجال طب العيون في مرحلة المعاينة 500 حالة وإجراء 200 عملية للمرضى الذين سيتم اختيارهم من قبل اللجنة المشرفة للمستهدفين الأكثر ضعفاً، وتتطلب حالاتهم إجراء عمليات طارئة. وخلال التدشين ثمن وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق تدخلات الأشقاء في دولة الكويت والمساعي التي تبذلها جمعية الوصول الإنساني في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد والتي تخدم القطاع الصحي بحضرموت. يجري هذا اليوم عمليات جراحية في مركز الألماني للعيون. هذه العمليات طبعا منفذة من جمعية الوصول الإنساني ومولة من الإخوة في الأشقة في جمعية الشيخ عبد الله النوري من دولة الكويت. يستفيد من هذه المخيم
200 حالة لإجراء العملية، وأيضا تمت معاينة 500 حالة. استهدف هذا البرنامج المرضى المصابين بمشكلات العيون، وخصوصا المياه البيضاء وتركيب العدسات الليزر. حقيقة وجدنا إقبال كبير جدا، ولمسنا إقبال كبير جدا في خلال الأيام الأولى. قرابة الحالات اللي تم لها المعاينة 500 حالة، والعمليات اللي تمت في اليوم أمس بدأت 18 حالة، وسيستمر هذا البرنامج خلال 20 يوم القادمة لاستكمال عدد 200 حالة مكافحة العيون. طبعا هذه الحملة أو هذه المخيم بتمويل من مؤسسة عبد الله النوري الخيرية، وبتنفيذ من مؤسسة وصول إنساني، وبالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان وبرعاية السلطة المحلية. أطلقت قيادة المنطقة العسكرية الثانية الحملة التوعوية بأخطار مادة الشبو والمخدرات لمنتسبي الألوية والوحدات العسكرية بالمنطقة بالتعاون مع مؤسسة الصح لحقوق الإنسان بحضرموت. وخلال التدشين تم التعريف بمادة الشبو وأضرارها النفسية والجسدية والمجتمعية وأسباب انتشارها وحالات تعاطيها وإدمانها، وكذا أهم الإرشادات والطرق والوسائل التي يجب على الأفراد معرفتها للتعرف على مروجي ومتعاطي هذه المادة المخدرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمن يشتبه تعاطيها أو ترويجها أو حيازتها، وتسليمه للجهات المختصة لمتابعة سير قضيته بالشكل القانوني العادل. كما تم التأكيد على ضرورة تكاثف منظمات المجتمع المدني والمواطنين مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لمنع تمدد هذه الآفة الخطيرة في حضرموت. أودى التماس كهربائي إلى وفاة امرأة وإصابة 2 من أولادها بقرية المعدي غرب مديرية الشحر، وعلى إثر ذلك اطمأن المدير العام لمديرية الشحر عادل بعكابه على صحة وسلامة الولدين المصابين في هذا الحادث، موجها أثناء زيارته لهما في قسم العناية المركزة بمستشفى الشحر العام مكتب الصحة إلى المصابين مزيد من الرعاية والاهتمام وعلاجهم على نفقة السلطة المحلية بالمديرية، داعيا لهما بموفور الصحة والسلامة. ختام النشرة إلى عناوينها: مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي تنسف كل مضامين تشكيله. التوجيه بالبدء في مشروع الخزن الاستراتيجي وإعداد دراسة لإنشاء مصفاء الإنتاج الغاز بحضرموت. مجلس الوزراء يعلن انتهاء منحة المشتقات النفطية السعودية. وكيل أول حضرموت يبحث أوضاع مستشفى ابن سينا ويتفقد مشروع تأهيل مركز العزل بالمستشفى. تدشين المخيم الطبي المجاني في مجال العيون بتمويل كويتي. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.